عودة من جديد للملف الإفريقي وللمزيد من المتابعة حول النهائي هذا الإفريقي، تنضم إلينا من تونس مراسلة الغد نجلاء بوخريس. نجلاء، ما هي الأجواء لديك؟ نعم، نحن الآن في منطقة باب سويقة معقل فريق الترجي التونسي بلونيه الأحمر والأصفر، كما تشاهدون يعني أجواء من الفرحة والتشويق والانتظار لمشجعي ومحبي فريق الترجي التونسي في هذه المنطقة الشعبية. تقريبا عديد المواطنين يعني حجزوا أماكنهم قبل ساعتين ونصف أو أقل على موعد المباراة للحصول على كأس نهائي دوري رابطة الأبطال الإفريقية. ما يناهز 60,000 من مشجعي الترجي التونسي موجودين باستاد رادس بالعاصمة التونسية، مع حضور كبير لرجال الشرطة لتأمين هذه المقابلة وهذا العرس الكروي، يعني بتحكيم الأثيوبي يعني بيسيما. كذلك يعني هناك عديد حتى المشجعي لفريق النادي الأهلي موجودين في مقاهي بالعاصمة التونسية أو توجهوا لملعب رادس لتشجيع يعني فريق الأهلي التونسي. يعني أجواء من حتى التشويق والانتظار هنا في الشوارع التونسية. هناك بعض المحللين الرياضيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين دعوا إلى احترام يعني مبادئ الروح الرياضية بين الفريقين، سواء كان الفائز بهذه الكأس الأهلي المصري الذي سبق وأن ربح في مباراة الذهاب ببرج العرب الإسكندرية ب3-1، أو يكون الفائز هو الترجي التونسي. عموما الفريقين عريقين وتربطهما يعني علاقات وطيدة على المستوى الإقليمي والمستوى الكروي وحتى المستوى يعني الشخصي. نعم، شكرا جزيلا لك مراسلة الغد نجلاء بوخريس، كنت معنا من تونس.